سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، واليوم ان شاء الله غنديكم معايا. مهم هاد الشيء ان شاء الله ندوزوه مع بعضياتنا.
خدت ان شاء الله. عفوا، اول حاجه غادي نبداو بها هي البيض. عندي هنايا جوج بيضات، عندي هنايا جوج عفوا معلقه عامره ديال سنيده، عندي هنايا 4 كاس ديال الزيت المائده، وعندي هنايا الدقيق جوج كيسان ونصف ديال الدقيق يكون ممتاز مزيان، وعندي واحد شاسي ديال الفاني، وطبيعة الحال الشوكولا تزين. انا استعملت هنا هاد الشوكولا ديال، وعندنا هنايا كما قلت لكم الشوكولا تزين، انا استعملت هنايا هاد النوع ديال ماروخه. يمكن لكم تستعملوا شي نوع افضل من هذا، وزعما هذا زوين بصراحه، كيجي زوين، وخصوصا في ديك الحبيبات ديال اللوز كيجي رائع صراحه. غنبداو البنات على بركه الله. عفوا نسيت ما وريتكم، نسيت ما قلت لكمش الحليب. عندي هنايا السيترو ديال الحليب. غنبداو على بركه الله. اول حاجه البنات، درت الحليب في الخلاط الكهربائي، غادي نزيد عليه جوج بيضات، غنزيد البيضه الثانيه، غادي ندير سنيده، غندير كذلك الزيت، وغنطحنهم، من بعد غنزيد الدقيق، غنزيد داك الشاسي ديال الفاني. دابا ان شاء الله غنعبروا نمرج الكيسان، ونص ديال الدقيق، طبيعة الحال كنغرب لهم مزيان. كنزيد الكاس الاول، كنزيد الكاس الثاني، بحال هكا غنصف، كنزيد البنات، وغنطحن دابا كلشي. البنات كيجي على هذا الشكل بحال هكا، انا نخليه هنا في مونينيكس، غادي نفاد الكاس وكندير هذا المبرق، كنبقى غير هنايا كناخذ وكنطيب، كيجي على هذا الشكل الكثافه ديالو. كنتمنى يكون باين لكم بحال اش كيجي، المهم درتو العبار اللي قلت لكم بالضبط، هكا غيجيكم حتى نتوما. البنات كنديروها في المقله بحال هكا، المهم المغرف كنحاول اننا نحركو شويه بحال هكا المقيله، وكنتسناو ملي كنشوفو اللي كتبدا من الجوانب كتولي كتحمر، ديك الساعه اللي كنقلبوها شي معلقه ولا بشي حاجه. حنا نشوفو كيفاش، انتما كتلاحظو معايا ولات كتحمر شي شويه من هنايا، ها انتما دابا غادي ناخدها بيديا، اولا الا عندكم شي حاجه باش تقلبو يمكن ليكم تقلبو، اوبس، وكنقلبها بحال هكا. البنات واحده هنا واجده، سمحوا لي على هذا. المهم هذه يمكن نحيدها بالمقصه ولا بالموس، المهم باش كتجي مقاده مدوره. بغيت نقول لكم ضروري فاش غتطيب، ضروري خصكم تغطيوها بشي صافي. البنات ملي كطيب هذه عاوتاني، انتما كتشوفوا معايا واخا تحمر هكا، معليش تبقاش معايا، كنغطيها باش كتبقى رطبه ما كتكرملش، باش يمكن لينا فاش نديرو فيها الشوكولا ما غاديش تجينا قاصحه. صافي البنات غنكمل على هذه الطريقه، البنات غنبدا نقطع الشكل باش نذوبو شي شويه. غير باش يسهل لي يذوب الزربه ما ياخذش معنا الوقت بزاف. صافي البنات دابا غنديروا شويه ديال الماء هنايا، المهم العمليه ديال الحمام دايما راكم عارفينها حتى يذوب. البنات ان شاء الله دابا غنبدا، عندنا شي مره كتخرج لينا هذه، معليش غير يمكن لينا نقطعها بالمقص، وكنقاد الدائره كي بغينا ما عندناش مشكل. انا خرج الشوكولا ديالي، شويه الشوكولا من هنا، ندير هنا في الوسط بحال هكا، كان
نحرك بحال هكا. المهم هكا واش كيجي هذا مارو خازبين بهاد الحبيبات. المهم اللي كان عندكم توفر وسلام صافي بحال هكا صافي على الكريب ديالنا واجدين. المهم البنات انا غنكمل على هاد الطريقه حتى نكملهم كاملين ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي. البنات الكريب ديالنا هما واجدين كيجيو على طريقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.